مساء الخير مشاهدينا في كل مكان، في ليلة رائعة نترقب فيها مباراة اليوم وننتظر ونتوقع منها الكثير. أنا فارس عواض، سعيد جدا بصحبتكم في مجريات هذا اللقاء. الأجواء الكروية رائعة هنا ونتمنى بأن نشاهد مباراة في المستوى. أريد أن نمضي وقتا رائعا في متابعة هذا اللقاء في ظل هذه الأجواء الجميلة، نريدها مباراة ممتعة ومثيرة. الآن ضربة حرة لمصلحة فريق الليفر، يستخلص الكرة وينهي المحاولة. هاكان أوغلو، لكن ضاعت المحاولة، كان ممكن تشكل خطورة أكبر على المرمى. سهولة في نقل الكرة بين عناصر ليفربول، وصلت لفرنانديز، كان ممكن تشكل خطورة، لكن الآن مع الفريق الخصم. ساديو ماني، الآن مع رودريجو، روبرتو كارلوس، بيليه. Fans, a reminder, this stadium is a family-friendly environment. Please refrain from any abusive Marcelo Brozovic that may be offensive to others around you. بيليه. Thank you for your cooperation. كرة هدف الآن، يفتتحون النتيجة، يشعلون اللقاء، 1-0 يا رب. نشاهد الهدف مرة أخرى، الله على التسديدة، أي تصويبة، هذه كرة قوية جدا، من المستحيل إيقافها. إذن أول أهداف هذه المباراة مشاهدينا متابعينا، النتيجة 1-0 الآن. إبعاد للكرة من جانب الفريق الخصم. بيليه. بروزوفيتش، فرصة للتسديد، هدف بيريح الأعصاب، هدف بيزيل التوتر، هدف بفارق الهدفين، مزيد من الراحة، الأمور لم تنتهي لكنها اقتربت الآن. نلقي نظرة جديدة على هذا الهدف، تسديدة قوية جدا، كان من الصعب إيقافها. إذن عودة للمباراة مشاهدينا الكرام، والنتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. Would the club secretary please note Mr. Moon has left the building. اتواصل مع حضراتكم مع انطلاقة ضربة البداية للشوط الثاني من هذا اللقاء. الدعم يصل الى من اللاعبين. كرة هدف في هذه اللحظات. يا الله، كرة في المرمى. شوف إعادة الهدف مرة أخرى، شوف الانطلاقة، شوف الكرة والمجهود الفردي، الخطأ على المدافعين بترك كل هذه المساحات وترك لاعب بقيمته ينطلق من كل هذه المسافة. 3 أهداف مقابل لا شيء هي النتيجة حاليا، تقدم مريح جدا ب3 أهداف كاملة. تلعب باتجاه ساديو ماني، بيخلصها، بيبعدها بعيدة بمبدأ الأمان. استخلاص سرعة الكرة وإيقاف الهجمة. مارسيلو بروزوفيتش، قد نشاهد كرة هدف في هذه اللحظات، والكرة في الشباك. انظر إلى الإعادة، انظر من أين أتى، انظر إلى هذه اللعبة الفردية، شوف المهارة، شوف الإمكانيات، شوف التقدم، شوف الانطلاق، شوف استغلال المساحات. الله على الكرة في الشباك. رباعية نظيفة، واضح أن المباراة تسير في اتجاه واحد. حكم يشير إلى مواصلة اللعب، ما فيها شيء، بعد تدخل غير شرعي في اللقطة الماضية. تشتيت الكرة بعيدا عن المنطقة. كريبين دياتا، تدخل واستخلاص الكرة خطيرة. مارسيلو بروزوفيتش،
بيلي، كريستيان بوليسيتش. الفريق يبني الهجمة بكرة للتسديد الآن، قوية لكن حارس المرمى في الموعد. تغييرين دفعة واحدة في فريق ليفربول. كرة بتلامس المدافع وتخرج فيها ضربة ركنية. يفشل في إبعاد الكرة بعيداً عن مناطق الخطر. الله على الارتماء من حارس المرمى. شوف التصدي. واضح أن قادم اللحظات ممكن نشاهد تغيير من جانب المدرب. تمركز الجيد يساعد في قطع الكرة. الكرة بتخرج إلى ضربة ركنية بعد ما لمست الكرة اللاعب قبل ما تطلع خارج الملعب. حولها براسه في المرمى. حط الكرة حط يا لعيب يا لعيب. هذه هي إعادة الهدف من جديد. بدأت عرضية ومن ثم يأتي الإنهاء الرائع في المرمى برأسية جميلة متقنة تحرك الشباب. لحظات أخيرة نشاهدها. النتيجة من الصعب بل من المستحيل أن تتغير في هذا التوقيت. دقيقة واحدة فقط تفصل عن نهاية الوقت الأصلي للمباراة. وهذه هي فترة نهاية المباراة وفوز مهم للضيوف خارج الأرض. فوز رائع تحقق اليوم. الأداء الجيد تحول إلى نتيجة.